حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين. إذن مشاهدينا، موازنة الثلاث سنوات داخل قبة البرلمان، قراءة ثانية بعد مدة من الملاحظات والتعديلات، بيانية أرقامها ترفع من معطيات محاكاتها للأولويات الحكومة بسقف اتفاق وإنفاق يلامس 200 تريليون دينار، وبناء على هذه الأرقام عدت الأضخم بتاريخ البلاد. جولات الحوار بين المركز والشمال وبقية المكونات السياسية عززت من تصفير الخلافات ومهدت المسارات لسرعة الإقرار قبيل الشروع بخطواتها العملية، والمرجح أن ترى النور بعد عطلة العيد، بيد أن الصعوبات لا يمكن تجاهلها، فرغم مميزاتها إلا أنها تواجه تحديات يمكن حصرها بثلاثة أو ثلاث نقاط: حجم الإنفاق في التشغيلية، والعجز المالي، وتذبذب أسعار النفط. وأمام هذه النقاط قدمت اللجان المعنية ملاحظات وتعديلات على مسودتها. وفي ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدينا، فمن السجال السياسي إلى إطلاق الرصاص وحمامات الدم، هكذا يبدو المشهد في السودان خلال 3 أيام من مسار الاشتباكات العسكرية بين الجيش وقوات الدعم السريع إثر تعثر المفاوضات السياسية ومحاولات الاحتواء والتهدئة. ومع أن صوت الرصاص تعالى، لكن دعوات وقف القتال واللجوء إلى الحوار مرة أخرى كانت أعلى، لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ، وهذا ما يرفع من مؤشرات تحولها لحرب واسعة قد تمتد مؤثراتها لمحيط السودان الإقليمي. السعي لتدليل العقبات وتجاوز العراقيل أمام تمرير مشروع الموازنة يسهم بالإسراع في إقرارها. البرلمان عاكف من خلال عدة جلسات على معالجة مكامن الضعف والتلكؤ في الموازنة من أجل تمريرها وفق سقوف زمنية قصيرة تعالج من خلالها الإرباك الاقتصادي في البلاد وتحافظ على توازنه. فضرورة تمرير الموازنة بعد عبور العراقيل يلقي بظلاله الإيجابي على مصلحة مفاصل الدولة بشكل عام، والتفاصيل مع الزميلة نهى الشمري. الموازنة العامة تحتكر جدول أعمال جلسات البرلمان لتخصص لها جلسة لقراءة ثانية بعد دراسة مستفيضة تم فيها الاطلاع على أغلب فقراتها لتقدم للبرلمان مرة أخرى بعد جولات الحوار والاجتماعات التي مهدت الطريق لإخلاء الساحة من الخلافات القائمة بين الأقطاب السياسية حول الموازنة والتخصيصات المالية لتكون المرآة العاكسة لرؤية الحكومة في كيفية معالجة حجم الإنفاق والتضخم، والتي بدورها تسهم باتزان الواقع الاقتصادي للبلد. ملاحظات وتحديات تحوم حول تمرير الموازنة، حيث تجري عليها التعديلات ومعالجة للإشكالات التي تطرحها بعض القوى النيابية، وما يقابلها من سعي للإسراع بإقرارها في السرعة الممكنة بعد التعديلات الضرورية التي يجب أن تجري عليها دون تأخير، مع إمكانية استضافة رئيس الوزراء داخل البرلمان لإيضاح البنود الغامضة والإشكالات المحيطة بها. والمراقبون يرجحون سقفا زمنيا يحدد باستكمال عطلة عيد الفطر لإقرارها. فالموازنة يحيطها التنسيق العالي بين مجلسي النواب والوزراء لتفادي الغموض والأخطاء في الفقرات التي أثيرت حولها الإشكالات وتصحيحها من أجل الإسراع بتمرير الموازنة وفق مدد قصيرة معينة تسهم بتغيير الواقع العام للبلد. نهى الشمري، الأيام الفضائية.
بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل الملف الأول من الحصاد نرحب بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني. أهلا بكم دكتور ناصر، وكذلك الترحيب الباحث بالشأن السياسي السيد عمر الناصر. أهلا بكم سيد عمر. وأبدأ معك دكتور ناصر، مرت القراءة الأولى لقانون الموازنة في البرلمان ومرت القراءة الثانية بنجاح، لكن هل ستمرر هذه الموازنة بسلاسة أم هي بحاجة إلى تعديلات كبيرة؟ شكرا جزيلا وتحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة هذه الموازنة اللي هي سميناها الموازنة الانفجارية، وأن يسميها انفجارية سياسية وليس انفجارية اقتصادية. نعم، طبيعي هذه الموازنة تحتاج إلى تعديل كثير كبير جدا حقيقة، وأتمنى على الأخوة أعضاء مجلس النواب وبالأخص اللي هم اللجنة المالية التمعن بهذه الموازنة للنظر في النفقات اللي موجودة، وأنا راح أنطي النفقات اللي موجودة، طبعا هم ناطينها بالنسبة، أنا حولت النسبة إلى أرقام ودا أحكيها بالدولار. نعم، ما راح أحكيها بالدينار العراقي. طيب، يعني ماذا أقدر ألفظ كلمة التريليون يعني على الكبيرة جدا. هسه تعويضات الموظفين، يعني من دا أقول تعويضات الموظفين 60 مليار و423 و400 اللي هي تساوي بالضبط 29%. الرعاية الاجتماعية، هنا الحكي هسه أرجو أن تنتبه لهذا الرقم. الرعاية الاجتماعية 14%، 14.1، يعني المبلغ اللي مخصص لهم 21 مليار و460 و200. هسه بدنا نجي، يعني معناته الرعايه الاجتماعيه ثلث الموظفين المستمرين بالخدمه والمتقاعدين هنا. نعم، تخيل يعني احنا مستمرين بالخدمه ومتقاعدين بحدود 8 مليار، يعني من اقول ثلث يعني معناته عندنا 2,700,000. هسه 2,700,000 اذا اعطيهم على 200 دولار بالشهر، احنا اكثر من 200 دولار بدنا نعطيه؟ اقل من هذا الرقم، بس خلينا نقول 200 دولار. اضرب ال 200 دولار في هذا الرقم في 12 شهر، شوف ايش قد يطلع الرقم. منين اجاني هذا ال 17 مليار و807؟ بس نجي التزامات والمساهمات 450 مليون و600، صيانه الموجودات 913، المستلزمات الخدميه 4 مليار و261 و600، المستلزمات السلعيه 11 مليار و567 و200، مجموع 116 مليار و889 و600. طبعا هاي الشكل بالضبط 66.8% من اصل الموازنه. هاي من الموازنه التشغيليه؟ لا لا، الموازنه باكمل هسه هاي، لكن بالنسبه للقسم التشغيلي دكتور تتحدث عن ارقام كبيره، وهناك حاجه اليوم لخفض تخفيض الموازنه التشغيليه على الاقل من اجل معالجه العجز الموجود بهذه الموازنه. يعني هذه الارقام الكبيره اكون كانيه لتخفيضها حتى نقدر نعالج العجز. احنا بدنا نحكي عليها نقطه نقطه، بدنا نحكي، اذا احكي انا على يعني تفاصيل كثيره دكتور ناصر، لكن نقدر نخفض من هالارقام الكبيره اللي حضرتك تذكرها؟ لا، هي تحتاج الى مره لاخر، بدنا نحكي، انا حكيت بدي اقول تحتاج مره لاخر الى قراءه وتمعن، بدنا نشوف هاي الارقام هل هي حقيقيه ولا هاي الارقام ملعوبه. نعم، عندنا صار بالضبط الرقم 116 مليار و869، طبعا يشكل 66%. الايرادات النفطيه منها 90 مليار و900، الايرادات الاخرى 13، العجز 48، اذا المبلغ بالضبط باكمله 152 مليار و700. النقص من هذا الرقم 116 تبقى عندي 35 و720، اللي هي موازنه تشغيليه. نعم، العفو استثماريه. طيب، بس انا اجي لي لحد الان ما اعرف بي عنه وين. استيرادات الطاقه الكهربائيه ومشتقات النفطيه هاي ما نعرفها يعني لحد الان. البطاقه التموينيه هاي كلها بالتشغيليه؟ لا، ما موجوده اصلا، حتى بالتشغيليه ما موجوده، يعني ما نعطينا كلها تبويب. طيب، ارجع لك هاي التفاصيل دكتور. ارحب بك مره اخرى سيد عمر. هناك عجز بالموازنة، وصف بالعجز الكبير، ممكن تلافي هذا العجز أو تقليصه بنسبة معينة تعتقد بالبرلمان؟ شكرا جزيلا لكم أستاذ بشار ولضيفك الكريم. الجميع يعلم بأن نسبة زيادة الإنفاق التي يعني جاءت في هذه الموازنة هي بلغت
98 تريليون دينار عراقي. نعم. وهذه النسبة أعتقد بأنها نسبة يعني مرتفعة جدا. لكن كيف يمكن لنا اليوم أو كيف يكون للحكومة العراقية الإمكانية لسد العجز الحاصل في هذه الميزانية؟ أعتقد بأن هنالك اتجاه لأن تذهب للتعويض من خلال السندات المصرفية والقروض الداخلية والتعاون مع البنك المركزي وإلى وتدوير الأموال الموجودة في وزارة المالية. لكن تسألني هل سوف تكون هذا الحل هو حل جذري؟ أنا أعتقد بأنه هو حل ليس بجذري ما دام هنالك عوامل هي من تتحكم بالشكل بالدخل القومي وفي طيب. الإيرادات التي تتعلق بالعراق بشكل كامل، ومنها هنالك عدم وجود تعظيم لموارد الدولة التي نحن بأمس الحاجة اليوم إليها من أجل أن تكون بمثابة الدعامة الساندة لإيرادات النفط، وبنفس الوقت أن يكون هنالك تكنولوجيا جديدة من خلال الأتمتة وحوكمة الدولة التي بإمكانها أن تقضي على الفساد بنسبة كبيرة جدا من خلال ثلاث خطط استراتيجية قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى. طيب الحكومة فعلا راح تقدر أن تحرر الاقتصاد العراقي من الاعتماد المنفرد على النفط وتقلبات أسعاره في السوق سيد عمر؟ يعني الحكومة كما نراها اليوم السيد السوداني هو عازم على أن يذهب باتجاه تعظيم موارد الدولة وأن يكون هنالك خلق لنوع من التوأمة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام أو القطاع الحكومي. ولكن تسألني هل سوف يستطيع السيد السوداني أو الحكومة الحالية من تحقيق كل ما جاء في المنهاج الحكومي وأن يكون هنالك يعني نوع من الإيرادات الإضافية بالإضافة إلى إيرادات النفط في هذه المرحلة بالتحديد؟ أنا أعتقد بأنه هو صعب ولكنه ليس مستحيل، لكن السيد السوداني يبدو أنه اليوم لديه القدرة على أن يذهب بإرادة سياسية مع بقية الكتل الموجودة داخل المشهد السياسي من أجل خلق الإرادة الحقيقية لأن يكون ليس فقط عنصر النفط هو الطرف الذي هو يتحكم بمسار يعني الأموال العراقية الموجودة في الموازنة، لكن كل ذلك هو يعتمد بشكل كبير على جدية المطبخ السياسي في التعامل مع هذا الملف بصورة حرفية حتى لا يكون هنالك نوع من الإخفاقات التي ربما سنشهدها في المستقبل على غرار ما حصل من هبوط لأسعار النفط ما بين عام 2014 و2017. طيب دكتور ناصر، بالنسبة للأرقام اللي كنت تتحدث بها وجزء مهم من عدها أريد أن تتحدث لي عن المبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم، هل هي ترقى لحجم المشاريع المستمرة في المحافظات أم يجب زيادتها إلى رقم معين؟ بس لحد الآن هي ما موجودة تنمية الأقاليم. راجع لك بصراحة مخصصات احنا عندنا بالمناسبة قلنا اللي هي غير واضحة، قلنا الأدوية والمستلزمات الطبية، ديون الخارجية، ديون داخلية، مخصصات عفوا المحافظات وتخصيصات الوزارات وأيضا كردستان إقليم كردستان. لأن إذا أريد نعرف هذا المبالغ اللي موجودة هي تغطي، بعدين هنا عندنا مبالغ أخرى خلينا نحكي عنها. نعم. اللي هو رقم واحد في البنك المركزي عندنا بحدود 100 مليار دولار، عندنا أيضا ذهب مجموعة كبيرة، عندنا سندات بحدود 40 مليار سند بالخزينة الأمريكية ورصيد عندنا قلنا 40 ألف طن موجود ذهب، وأيضا ذني وينهن ماذا يحشون شيء عنهن ماذا نفهم هاي الخزانات العفو 40 مليار دولار بالخزانة الأمريكية إذا ما سندات ذني المنظمة هنا إلى أي وقت بالوقت اللي أنا أمتلك هالقد مال شلون أروح مرة لآخر أروح على الديون مرة لآخر مديدي ومرة لآخر أخذ ديون أزيد الديون اللي عليه يعني ليش مسدد هسا حاليا إحنا عندنا ديون قسم منها دا ندفع فائدة وقسم منها دا ندفع لها قسط مطلوبين 83 جهة بالعالم لحد الآن ما مسدد هاي المبالغ. أنا ما أريد أقول الرقم بالضبط لأن قد يكون يعني يفرق عندي الرقم كل الكبير اللي مطلوب للخارجي زائد الداخلي مبالغ مو سهلة. وأنا أيضا عندي مبالغ ولا خالق بالخزانة الأمريكية 60-40 مليار سندات شو أسوي بيها مدافع
امريكا محتاجه هاي السندات ولا محتاجه ما اعرف والله. اكو خطا كبير جدا يراد تصحيحه يعني او توضيحه بالاحرى. خلي نعود لك سيد عمر. يمكن دكتور ناصر فتح لنا موضوع جدا مهم هو المديونيه، يعني علاقه المديونيه بهذه الموازنه او المديونيه بشكل عام بالنسبه للعراق. عندك معلومات عنها اعتقد كنت تتحدث بها قبل البرنامج، تفضل. يعني بصراحه هنا هذه النقطه مهمه جدا. اعتقد بانه العراق اليوم في طريقه للخروج من قائمه المديونيه، وهذه هي نقطه ايجابيه يعني تحسب للحكومة العراقية في هذه الفترة بالتحديد. نعم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه في الوقت الحالي، على طول السنين رأينا بأن العراق هو كان مديون للكثير من الدول، وحتى في يوم من الأيام كانت الصومال تداعي ببعض الديون التي لديها على العراق، وهذا هو للأسف شديد يعني من مهازل القدر أن يكون العراق مديون لكثير من الدول. ولكن نحن نقول ماذا عن الديون العراقية التي هي في ذمة دول العالم؟ وهل توجد هنالك إحصائية ونسبة مئوية ولو تقريبية من قبل ديوان الرقابة المالية أو من قبل المؤسسات الحكومية بحجم تلك الأموال التي هي للعراق في ذمة دول العالم؟ هاي نقطة مهمة يمكن سيد عمر. يعني العراق ما سمع أن العراق يطلب دول فلوس بالنظام السابق لو النظام الحالي. لا، أنا أتكلم عن الديون التي كانت في زمن النظام السابق. وهذه باعتقادي إذا كانت هنالك أي ديون للعراق في هذا الصدد، هي ربما سوف يكون لها دور كبير في عملية التنمية، لأن العراق كان في على طول السنين ومنذ بداية ومنذ عام 1948 كان متضامنا مع القضية الفلسطينية ومع كل دول العالم. إذن هو اليوم بحاجة لأن يعرف كم هي نسبة الديون التي هي في ذمة تلك الدول، وعلى غرار ما يعني على غرار ما جاء في نادي باريس في عام 2004 عندما أطفئت الديون في تلك الفترة، لأن هنالك قسمين من الديون التي هي شبه معدومة والديون التي هي واجبة الدفع. وأعتقد بأن العراق هو لديه ديون واجبة الدفع، وتلك ومن ضمنها المبالغ التي دفعت للكويت في الأشهر الماضية، وتم تصفير هذا الموضوع بشكل كامل. إذن نحن علينا اليوم أن نسلط الضوء على هذا السؤال، هل توجد هنالك مبالغ وديون عراقية لدى دول العالم في ذمة دول العالم، حتى تقوم وزارة الخارجية أو المعنيين بتقديم أي طلبات من أجل تصفيرها واسترجاعها على غرار ما هو موجود في ملفات الفساد والأموال التي هربت لدول الخارج. أعتقد بأن هذا الموضوع هو ينبغي الالتفات عليه في المرحلة المقبلة، لأنه سوف يرجع بنهاية المطاف في مصلحة الشعب العراقي. طيب أعود لك دكتور ناصر، ما مدى إمكانية أو حاجة أو ضرورة إجراء تعديلات على الموازنة الاستثمارية أو الجزء الاستثماري بهذه الموازنة؟ إذا تسمح لي أريد بس أعقب على مواجهة أستاذ عمر. تفضل. حقيقة العراق بسنة 1974 كان عنده صندوق العراقي للتنمية الخارجية اللي يحكي عن هاي الأموال. ومول هاي الأموال الصندوق العراقي للتنمية الخارجية فتحنا مجموعة من الشركات والمصانع وأيضا المزارع وفي أكثر من بلد بالعالم، ودخلنا في شركات مشاركة مع شركات عالمية كبرى، ومنها طبعا الشركات اللي أذكرها أنا مثلا كان عندنا التاتا، كانت عندنا بها حصة كبيرة، عندنا بالشركة العربية لللاب أيضا مساهمة كبيرة جدا، عندنا في شركة مارسيدس مساهمة كبيرة جدا، عندنا مزارع في سيلان، عندنا مزارع في فيتنام. طبعا ذني لحد الآن ما حد يعرف عنهم شيء، هسه إذا نحكي على هاي المزارع والكذا. أما نحكي على موضوع المبالغ الأخرى، الصندوق العراقي كان عنده مبالغ اذا نحكي عنها اللي هي بها عقارات بالاضافه الى الشركات المساهمه. هذا لحد الان ما حد يعرف عنه شيء. عندنا صار بعد 2003 او يعني تقريبا اتصور بشهر سنه 2010 عندنا صندوق الاسترداد اسمه اللي هو تابع الى الهيئه العامه للنزاهه. صندوق الاسترداد حقيقه دا يشتغلون جادين الناس بلملمه هذه الاموال. عندنا طبعا اموال احنا بعد قبل الاحتلال بفترة أيام وجيزة
العراق أو الحكومة العراقية أودعت مبالغ بذمة أشخاص معروفين بالنسبة لمن إلى الحكومة العراقية، وهي الأشخاص طبعا على سبيل الأمانة هاي الأموال اللي ودعت بأسمائهم، وطبعا ودعت بأسماء بدول عديدة جدا مو دولة واحدة، منها عربية ومنها أجنبية ومنها كذا. حاليا أكو متابعة من قبل صندوق الاسترداد لهذه الأموال. طبعا بالمناسبة أنا اللي قدمت مقترح في وقتها نعم لغرض إعادة هذه الأموال. هذه الأموال طبعا دا أحكي عليها صارت جزء من اقتصاد كل بلد اللي هو به، تعرف أنت مر عليها مثلا فد 20 سنة دا نحكي بغي اليوم، فصار جزء من اقتصاد البلد، من الصعب جدا دا يعطوها لمن؟ لا للمواطن اللي باسمه المال دا يقدر يسحبها ولا الدولة تقدر تسحبها. فأنا قدمت مقترح نجمع بين الاثنين الشخصيتين المعنوية عفوا الصندوق نعم. زائد المواطن اللي باسم المال، وبهذه الطريقة ممكن البنك بعد ما راح يبقى له ذريعة بأن هو ما يقبل ينطق. كانت من تروح الدولة للبلد الفلاني يقول له والله هاي أسرار سرية عفوا سرية مصرفية وما نقدر ننطي هذا، ما نقدر ننطيك معلومات وكذا. أما هسه بها الطريقة طبعا هنا راحت هاي الموضوع، الذريعة راحت. بس المشكلة الكبيرة أيضا هم ما أشوف أنا مع احترامات الأخوة ولو أنا يعني قريب منهم جدا، يعني أيضا الحركة كلش بطيئة مو ذيك الحركة القوية اللي هي فعلا قاعدة تشتغل ودا تسترد هذه الأموال، بالرغم أن احنا انطينا مكافأة للي باسم المال يخبر 5% على أن لا تزيد على 5 مليون دولار. تخيل يعني الأرقام اللي باسم مثلا أنا أعرف شخصيات باسمها في 700 مليون دولار، من تقول له 5% يعني يحسب 5% في على 700 مليون، من تقول له نعطيك 5 مليون دولار يقول لك وين 5% اللي انت وعدتنا بها، عفوا 25% اللي قلت له تقول له عليها. نعم 25% وين 5 مليون دولار وين؟ يعني ارقام. فاذا يعني يراد الحركه شويه قويه من قبل الاخوه اللي موجودين في الصندوق. انا مع احتراماتي لهم انا اعرفهم ماذا يشتغلون، بس الشغل مقيدين مو ذاك مثل ما كان عندنا. كان عندنا شخص اللي هو قبل اللي موجود حاليا انا ما اريد اذكر اسمه، كان تقريبا هو الرجل الاكثر واحد المتحرك وقدر يعيد مبالغ، ولا يزال اكو مبالغ ده تعاد طبعا طيب. تعاد مو بالطريقه يعني اللي هي مثل ما يقول كبيره جدا. طيب موضوع اخر ايضا لا يقل اهميه عن اللي ذكرته هو موضوع الموازنه الاستثماريه. كل سنه في كل موازنه قانون موازنه هناك مطالبات سياسية وشعبية أيضا وخبراء اقتصاديين ومن حضراتكم بزيادة الموازنة الاستثمارية. إجراء تعديل على الموازنة أو القسم الاستثماري بهذه الموازنة ممكن أن يعني أكو ضرورة إلى أكو إمكانية لتنفيذه فعلا بهذه الموازنة أو حتى بالموازنة الثلاثية؟ هذه المبالغ حقيقة لا تغطي ما جاء بدولة رئيس الوزراء بالبرنامج الحكومي. مبالغ ده نحكي على 35 تريليون دينار عفوا مليار دينار دولار. يعني انت عندك المشاكل اللي موجوده ده نحكي عن محافظات منتهيه، انا عندنا ده نحكي عن بطاله، ده نحكي عن انا حقيقه قدمت مقترح وقدمت مشاريع حقيقه وهي حاليا بادراج الامانه العامه لمجلس الوزراء، وحسب اعتقادي قد يكون شاهدها دوله رئيس الوزراء او مشاهدها لحد الان اطلع عليها او غير اطلع ما اعرف، لان يعني ما صار تواصل وياهم الا من خلال المنسقين ما ادري ايش يسموها دائره التنسيق. المشاريع الاولى اللي قدمناها قدمنا النواه اللي هو 6120 وحده سكنيه متكامل الخدمات ونضيف لمنطقه صناعيه وزراعيه وخدميه وترفيهيه، وايضا في هذا المشروع الاول. بعدين المشروع الثاني اللي هو سميناه المنقذ اللي هو 1,800,000 وحده سكنيه مقسم على 15 محافظه، بواقع كل محافظه 120,000 وحده سكنيه، وايضا متكامل الخدمات نضيف لمنطقه صناعيه وزراعيه وترفيهيه وخدميه والى اخره، كل ما موجود. وايضا في كل محافظه اكو وحده تدوير نفايات، يعني ما معناته اكو تكامل اقتصادي عفوا تكامل في كل المحافظات زراعه وصناعه وعمل. هنا قضينا على البطاله. هسه اذا تسالني تقول لي ايش قد المبلغ والتمويل شلون يصير؟ هذا طبعا انا جبت شركه اجنبيه، هاي الشركه الاجنبيه تمول هذه المشاريع، نعطيها 300,000 برميل بس على ان تبني مصفى داخل العراق، وهذا تلا ينزل من حصه اوبك 300,000 برميل بما انه الارض وما عليها وما في باطنها هي ملك الشعب. نعم. فاذا يعني معنات هذه المشاريع هي تعطى الى المواطنين اللي هم عاطلين عن العمل اليوم، اللي احنا الدوله معطلتهم مو هم عاطلين عن العمل حقيقه. الدوله معطلتهم وما وجدت لهم فرصه عمل، اللي هم حاليا اكثر من 42% نحكي. هاي الشباب اللي موجوده حاليا اللي قاعده
نتيجة عدم الوجود العمل، فهاي المشاكل كلها اللي يصير بالبلد هي نتيجة البطالة اللي موجودة. وتخيل يعني المزارع ترك أولاده، طبعا الشباب طلعوا من المحافظة وجوا للمدينة اشتغلوا شرطة وجيش وكذا وما عرفونه، وتركوا الزراعة. هو أصلا ما عنده ما يهم، الرجل كبير السن بطل الزراعة. طيب. جينا أيضا المصانع القطاع العام بأكملها طبعا نتيجة الحصار، ايضا هذه المكان او هذه المصانع كلها صارت اكسباير يعني انتهت. لازم اذا اعيد وزاره الصناعه لازم اعيدها بمشاريع جديده بمكننه جديده، لان وبعدين المكننه الجديده انا حقيقه طيب. مره لا اكرر انا ضد المصانع الكبيره مع المصانع الصغيره طيب. والمتوسطه لغرض تشغيل ايدي عامله اكثر واضح. عدد وايضا تسديدها باقرب فرصه طيب. تزيد رأس المال يعني. طيب سؤال أخير وجواب مقتضب إذا تسمح سيد عمر، يعني النواب يؤكدون أن الموازنة لم تتضمن نصوص صريحة إذا ما تخلف الإقليم عن الالتزام بتسليم النفط للحكومة المركزية، لكن التوافق السياسي الذي جرى بين المركز والإقليم على قضية الموازنة هل سيضمن تسليم الإقليم لعائدات نفطه؟ يعني عودتنا العملية السياسية منذ التغيير عام 2003 على أن تكون هنالك مفاجآت في اللحظات الأخيرة، والمتغيرات اللحظية التي هي سوف تكون بنهاية المطاف الفيصل بتوجه بوصلة المطبخ السياسي إلى إحدى الاتجاهات التي ربما سوف تحسم القضايا العالقة ما بين المركز والإقليم. لكن تسألني ما هو السبب الرئيسي لتعطل إقرار الموازنة؟ أنا أعتقد بأن المساومات السياسية والمسائل والمشاكل العالقة ما بين بغداد وأربيل هي السبب في ذلك، لأن لكن هذا الموضوع انحسم قبل فترة، يمكن صار تأخير ما بسبب إشكالية ما بين رئاسة البرلمان والحكومة على مواضيع معينة. هذا صحيح، لكن لحد هذه اللحظة باعتقادي أنها لم تحسم بشكل كامل، لا زالت توجد هنالك نقاشات، ونحن لا نقول بأن المشكلة قد حلت بشكل كامل إذا لم تقر الموازنة ويتم التصويت عليها وتنقل خلال من عبر وسائل الإعلام. في تلك اللحظة نقول بأنها أصبحت واقع حال وخرجت إلى العلن. الشكر الجزيل لكم الباحث بشأن السياسي والاقتصادي السيد عمر الناصر، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. وشكر لكم الخبير الاقتصادي الدكتور ناصر الكناني، كنت ضيفا كريما، شكرا لكما. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام بالصوت والصورة من بغداد أستاذ العلوم السياسية الجامعة المستنصرية الدكتور صالح الشاذر، أهلا بكم دكتور. وكذلك ترحيب بالباحث بالشأن السياسي السيد ياسر فراويلة ينضم لنا مباشرة عبر سكايب من مصر، أهلا بكم من السيد ياسر. وأبدأ معكم دكتور صالح، هل توضح الدكتور المواقف بعد مرور يومين على المعارك الطاحنة ما بين قوات الجيش النظامية والدعم السريع، أم ما زالت المواقف في الميدان غير واضحة؟ نعم، أولا تحية لك ومشاهدي قناتنا بغداد وضيفك الكاميرين من جمهورية مصر العربية. أعتقد أنه الصراع أو النزاع العسكري المسلح الذي دار يوم السبت كان هناك حقيقة هو صراع ليس عسكري وإنما سياسي من أجل الوصول إلى السلطة في المجلس التأسيسي بعد الانقلاب على حقيقة على البشير وتولي الرئاسة بقيادة البرهان ويساعده في ذلك قائد الدعم السريع ما يسمى بمحمد حمدان أو حميدو كما يلقب،
واعتقد انه هذا الصراع هو صراع من اجل الوصول الى السلطه وبالتالي السيطره على حقيقه زمام الامور في السودان، وبالتالي اذا ياخذ طابع تصاعديا ومن ثم ينتهي الى مفاوضات قد تفضي بحقيقه ان تكون هنالك صفقة بين الطرفين سياسية قبل أن تكون عسكرية، وبالتالي أعتقد أنه من أجج لهذا الموضوع هو من يحاول الوصول إلى أكثر والحصول على المكاسب أكثر على مستوى العمل في السياسي في السودان. نعم، أهلا بك مرة أخرى سيد ياسر. لكن ما يجري في السودان حاليا، أنتم قريبون من السودان، لكن ما يجري هل هو خلاف سوداني سوداني أم هناك فواعل ومؤثرات خارجية؟ هو بالأساس صراع على السلطة وهو خلاف سوداني سوداني، ومرده هو الطمع من البرهان فيما تحت أيدي حميدتي أو حمدان دجلو. حمدان دجلو يسيطر على الأرض ويسيطر على القبائل، وهو من كان له الفضل في القضاء على التمرد في دارفور وكسلة وغيرها. رغم صغر سنه هو قائد له كاريزما وله حضور، ولكن مشكلته أنه يسيطر على ملاجم الذهب والثروة في السودان. البرهان مجرد موظف وهو قائد جيش، وقد وصل إلى طريق مسدود، إما أن يترك السلطة أو يستمر فيها، ولن يستمر بقوة الجيش لأن حمدان دجلو لن يسمح بذلك. أيضا القوش الشارع ميولها مع حميدتي وهواها معها ايضا. الجيش بين مطرقة المدنيين وبين سندان حميدتي، من يتمتع بالسلطة ومن يتمتع بالدعم الشعبي ومن يتمتع بالسيطرة على الارض هو حميدتي، بينما من يتمتع بدعم القبائل النيلية ودعم الجيش وهوى بعض دول المنطقة هو البرهان. السودان في مأزق كبير، وهذا المأزق يجرنا أيضا إليه. طيب دكتور صالح، يعني إذا كان الصراع في السودان هو صراع على السلطة، وطوال هذه الفترة الانتقالية منذ الإطاحة بحكم البشير إلى الآن، لماذا السلطة حتى الآن بعيدة عن الشعب، بعيدة عن معاناة الشعب السوداني؟ لماذا الشعب لم يتمكن حتى الآن من إجبار هذه السلطة على التعامل مع معاناته ومطالبه؟ المتصارعين الآن يدعون أنهم يحافظون على الجانب الديمقراطي في السودان، وهم أعتقد أنه الطرفين بعيدين كنا البعد عن هذا الجانب، باعتبار أن هناك صفقة عقدت بأن يكون عبد الفتاح البرهان هو رئيس المجلس حقيقة الانتقالي ويساعده حمدان، ولكن أعتقد أنه هذا الموضوع هم أيضا حدث فيه انقلاب باعتبار هناك استئثار للسلطة باعتبار الأول اللي هو البرهان قائدا للجيش وأيضا رئيسا للمجلس، بينما الثاني هو مسؤولا للدعم السريع ونائب الرئيس المجلس، وبالتالي أعتقد أن هناك خلافات سياسية عصفت بالاتفاقيات التي أبرمت بين الطرفين للوصول أو لحتى تكون هناك انتخابات جديدة ويقرر المصير الرئاسة في السودان. أعتقد أنه أيضا الفواعل الخارجية تلعب دور كبير جدا، وهناك أزمات حقيقة من الممكن أن تحصل في المستقبل إذا ما استمرت هذه الصراع بين الجانب السوداني والجانب المصري، باعتبار هناك جنود وجنرالات مصريين هم أيضا للتدريب موجودين داخل السودان وسلموا أنفسهم حقيقة، باعتبار الحرب دائرة ليس لهم بها طائل، والجماعة حقيقة جماعة الدعم السريع صورت هؤلاء كأسرى باعتبار هنالك دعم خارجي، واعتقد ستكون هنالك مشكلة في العلاقات الدبلوماسية ما بين مصر والسودان مستقبلا، وبالتالي من الممكن معالجة الأمور آنيا إذا ما استمر الحال. ستكون هنالك حقيقة فواعل خارجية تدخل على الحالة السودانية، ومن الممكن أن تتأزم المواقف نحو التصعيد. نعم. طيب سيد ياسر، ما مدى واقعية المخاوف من امتداد هذا الصراع الذي يجري في السودان حاليا إلى محيطه الإقليمي؟ ما مدى إمكانية التأثير على مصر مثلا؟ أولا هناك عدة دول لها مصالح مباشرة داخل السودان، أولها أثيوبيا التي تريد أن تشق الصف بين مصر والسودان حتى تنفرد بملف النيل، ولا يصبح لمصر أي قدم كما كان أيام البشير في تلك القضية، وبالتالي تفعل ما تريده وتسبب أزمة في ظهر مصر.
ثانيا تشاد حيث الامتداد العرقي ما بين القبائل في تشاد وفي غرب السودان، وطبعا في الثروات الذهب مدعومة من فرنسا. أما مصر فالطبيعي أن يكون هذا مجالنا الحيوي، والسودان هو شقيق مصر بل هو نعتبره الصعيد الثاني لمصر، وجرح السودان يدمي قلوب المصريين. ووجود القوات المصرية هناك أولا لم تؤثر ولم يساء استعمالها، وما ظهر في الفيديو كان مجرد سرية موجودة في معسكرات الجيش السوداني. وطبيعة حين هجوم قوات الدعم السريع والسلاح على المعسكر دي أن تتحفظ على تلك العناصر. القوات المصرية موجودة للتدريب، حاول البرهان استغلالها لإحداث هذا الانقلاب واستغلال وجودها في ذلك، إلا أن مصر إلى الآن تقف على الحياد ولا تريد التورط في تلك المسألة الداخلية، ولن تتورط إن شاء الله. لكن الوضع مهم جدا، استقرار السودان مصر معنية به بدرجة كبيرة. السودان تخلص من أعباء الجماعات الإرهابية التي كان يرعاها البشير، السودان تخلص من التمرد في دارفور وفي غيره، وبدأ في التعامل متعافيا مع المجتمع الدولي، وعليه فإن ذلك ينعكس على مصر إيجابا. أما التمرد مرة أخرى، وخاصة أن السودان يمتلئ بالجماعات العرقية ويمتلئ بالتباينات بين تلك الجماعات، وخاصة التنمر من الجنوب الذي يتطلع لكثير من الثروات ويريد أن يمتد حدوده حتى الخرطوم وحتى حدود مصر. هناك أمور معقدة جدا، هناك ثارات بين القبائل، هناك موقف متباين لزعيمي الصراع، هناك قبائل نيلية ولاءها للبرهان، وقبائل بدوية ولاءها لحميتي، هناك ثارات بين القبائل التي أخضعها حميتي وأعادها إلى قانون الدولة. حميتي استطاع أنه يستعيد حتى الأراضي التي احتلتها أثيوبيا، وبالتالي أثيوبيا المنزعجة من وجود قوات مصرية للتدريب هناك تحاول أن يستمر ذلك الصراع، وتحاول أن تغذيه، طيب، وتحاول أن تجر المنظمة الإفريقية لذلك. طيب دكتور صالح، يعني الأحداث الجارية بالسودان ربما يتبعها ويربطها الكثيرون بأحداث ليبيا، ما مدى إمكانية تسلل مجموعات إرهابية متطرفة إلى الداخل السوداني؟ هل هذا ممكن؟ وإذا دخلت أي خطر ستشكله على السودان والمنطقة المحيطة تحديدا؟ ممكن جدا، وسؤال أيضا مهم جدا، وباعتبار هنالك حقيقة الما موجود وما يتمتع به الجنرال حمدان هو علاقات قبلية كبيرة جدا لديها امتداد خارج السودان، وأيضا هو قائد ميليشيا وأيضا كان تاجرا للإبل، وبالتالي يمتلك ثروة اقتصادية هائلة وظفها للوصول إلى السلطة سواء كان كجنرال عسكر أو كقائد سياسي، وبالتالي لديه مناورات ولديه علاقات من ممكن إدخال السودان في حقيقة الحواضن الخارجية من بعض القبائل الليبية، وبالتالي من الممكن أن تدخل على الخط، ومما يكون هناك إرباك داخل السودان. أعتقد أنه هنالك حراك عربي على مستوى الجامعة العربية من الممكن أن يحد من حقيقة فتيل الأزمة، وأيضا هنالك حراك أو حقيقة توجه أمريكي عربي عن طريق بالتعاون مع الجانب السعودي والجانب الإماراتي لحط طرفي النزاع على الارتكان إلى حقيقة الجانب الدبلوماسي والحكمة. وأعتقد من الممكن هنالك أن يكون هناك قرار على مستوى مجلس الأمن باعتبار لوقف إطلاق النار أو لوقف التحركات وفتح ممرات آمنة للمدنيين، باعتبار هناك وضع مأساوي للمواطن السوداني داخل العاصمة وخارج العاصمة، وبالتالي قطعت جميع الطرق وانقطعت الإمدادات، ونحن في شهر رمضان، وبالتالي مشاكل كبيرة للمواطن السوداني يدفع ثمن الصراعات العسكرية والسياسية. نعم. طيب سيد ياسر، يعني في الوقت الذي تريد فيها المنطقة العربية تهدئة الجبهات وسحب كارتات الضغط والاستغلال من مختلف الأطراف الخارجية والفواعل، برأيك من ستدعم أمريكا في سبيل تفتيت السودان؟ أولا زعيمي الصراع يقتنع على مسافة متساوية من أمريكا ومن إسرائيل وأيضا من الإمارات ودول الخليج ومن مصر. تفتيت السودان
لن يكون إلا بقرار جماعي من دول المنطقة، وهذا ما لن تقبل به مصر كدولة كبيرة وفاعلة في المنطقة. لن تقبل أن يتفتت السودان إلى قصيفساء، لأن معنى أن يتفتت سيكون كل قبيلة لها دولة، وكل قبيلة سوف تتنازع، القبائل النيلية مع القبائل البدوية، قبائل الشمال مع الجنوب ومع الجبل، قبائل الشرق مع الغرب. كل هذا استطاع السودان أن يتعافى منه، وأيضا يتعافى من الإرهاب. حميدتي لن يقبل بالإرهاب، وأيضا البرهان لن يقبل بتسلل عناصر الإرهاب، وهما في ذلك يتفقان مع موقف مصر. مصر تراقب الوضع جيدا وعن كتب. مصر لن تسمح بتسلل عناصر من ليبيا إرهابية أو غير إرهابية، ولن تسمح بعودة الإرهاب مرة أخرى إلى السودان. عليه فإنها تقف أيضا على نفس المسافة من الفريقين، إلا أن مصر دائما مع الشرعية ومع مع الصورة الرسمية للدولة، هي ترفض سقوط الدولة وترفض تفتيت السودان وترفض تفتيت السلطة أيضا. طيب دكتور صالح، اليوم هناك دعوات دولية منفردة وجماعية تدعو طرفي النزاع في السودان إلى العودة للتهدئة والعودة إلى الاتفاق الإطاري، لكن هل ستجد هذه الدعوات أذانا صاغية؟ وأي مواقف أو أفق ممكن للحسم في السودان السياسي أم العسكري؟ على حقيقة يعني كل الأزمات التي تحدث في الجانب الإفريقي، لا سيما الجانب الإفريقي العربي، دائما الاتحاد الإفريقي هو من حقيقة من تكون لديه الكلمة العليا والكلام الفصل في حل النزاعات التي تحدث، لا سيما في حقيقة في الدول دائما، سواء كانت السودان داخليا أو الصومال أو جيبوتي وإلى آخره من هذه الدول. وبالتالي أعتقد أن الاتحاد الإفريقي تحرك باتجاه أن تكون هناك حل للأزمة بالتعاون مع منظمة الدول العربية، وأعتقد أنه إذا ما كان هناك حراك عربي إقليمي وبالتعاون دولي ستكون ويصدر قرار أممي لا سيما من مجلس الأمن بوقف القتال واللجوء إلى مفاوضات في دولة وسيطة أو في مكان وسط حقيقة. ومن الممكن أن مصر تلعب هذا الدور أو الجانب السعودي يلعب هذا الدور، وبالتالي حتى العراق يستطيع أن يلعب هذا الدور باعتبار تربطه علاقات مع جميع الأطراف، وبالتالي نستطيع أن نذهب إلى حقيقة حل سياسي للأزمة أفضل من الحلول العسكرية التي قد تستمر، وبالتالي ستكون هناك فوضى حتى على دول جوار السودان وعلى المنطقة برمتها في جانبها الأفريقي العربي، ومن بالتالي نذهب باتجاه الفوضى أيضا، ولا سيما أن هناك وجود استقرار في جنوب السودان، واعتقد أن مصر لديها علاقات كبيرة جدا مع الجنوب السوداني، وبالتالي تستطيع تفعيل هذا الدور للوصول إلى مخرجات إيجابية في هذه الأزمة. طيب سيد ياسر، يمكن أنت متواصل مع أغلب الإعلاميين في الإعلام العربي، برأيك كيف وجدت من خلال متابعتك تعامل طريقة تعامل الإعلام العربي مع هذه الأزمة في السودان؟ هل ممكن أن يسوق للحرب الأهلية، حرب سودانية سودانية وصراع المشاريع والزعامات؟ أولا الموقف غير مفهوم تماما لأغلب الإعلاميين، ربما العراق متفاهم جدا وإعلامه نتيجة الثقافة ونتيجة ما تعرض له من مشاكل داخلية وغيرها، فأغلب الإعلام حتى عندنا في مصر لم يستوعب ما يحدث هناك. ما يحدث هناك هو أمر معقد جدا ومحكوم بالسيطرة على الثروات، هناك مناجم للذهب وهناك مناجم وحقول للبترول تحت أيدي الجنجويد أو الدعم السريع، ويريد بناء على ذلك ولحمايتها مكاسب أكبر في السلطة ومقاعد أكبر في السلطة، يرفض القطن إعطائه. أيضا القطن يريد أن ينفرد بالسلطة بحجة أنه هو الرئيس المجلس العسكري وهو قائد الجيش دون المراعاة لما يحدث لبلاده. تلك النقطة والصراع المعقد القبائلي، وهناك جبهة العدل والمساواة أركو مناوي، وهناك ملك عقار في الجبل نوبة، وهناك الجنوب، إذن شكل غير مستوعبة من قبل أغلب الإعلام العربي، اللهم إلا إعلام العراق لأنه عانى من المشاكل القبائلية والمشاكل العرقية وأكثر ثقافة من دول كثيرة ومتقدم عليها، ولذلك نريد مساحة أكبر في الإعلام العربي لإيضاح تلك الطريقة.
طيب سؤال أخير لكم دكتور صالح، أمريكا طالما كان لها حضور وهي فاعلة في أزمات السودان، تعتقد ستدعم من طرفي النزاع لموقفها غير واضح حاليا وقابل للتبدل؟ نعم، أمريكا دائما طالما عهدناها تدعم مصالحها في أي دولة، وبالتالي من تعتقد أنه سيصل إلى السلطة أو يبقى في السلطة وتكون فيه زمام المبادرة في الجانب السوداني ستدعمه بالتأكيد للحصول لديها مكاسب في السودان وفي حقيقة في الدول المجاورة للسودان لا سيما الصومال، وبالتالي أعتقد أنها ستدعم الجانب الأكثر قوة وهي تدعم جميع الأطراف حقيقة في بطريقة مخابراتية لإدامة الصراع ومن ثم الحصول على النتائج لصالحها، وهذا هو متعارف طريقة الولايات المتحدة الأمريكية أو المخابرات الأمريكية في إدارة الأزمات الدولية لا سيما في الجانب الأفريقي، وبالتالي أعتقد أنه على الأخوان في المتخاصمين والمتنازعين في السودان لا حقيقة لا يحتكموا إلى الجانب الأمريكي وأن يكونوا ضمن الحاضنة العربية وضمن الاتحاد الأفريقي لحل هذه الحقيقة النزاع أو الصراع، حتى يكونون بمنأى عن التدخلات الغربية لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها ستنهي البلاد والعباد إذا ما سيطرت على طرف على حساب طرف. طيب دكتور، بجواب مقتضب، يعني بعض الأطراف في السودان كانت داعمة لقضية التطبيع مع الكيان الصهيوني، ممكن هذه الأطراف أن تحصل على الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان دكتور صالح؟ بالتأكيد هناك علاقات كبيرة جدا، يعني لا سيما في الجنوب السوداني مع الجانب الإسرائيلي باعتبار الأكثرية حقيقة المسيحية هناك، وهناك الكثير من الدعم الاقتصادي، وأيضا في السودان هنالك علاقات كبيرة مع الجانب الإسرائيلي، وأعتقد أنه من الممكن الحصول على حقيقة تعهدات أمريكية بالحفاظ على السلطة الحالية لقيادة الجيش وقيادة المجلس التأسيسي على حساب الميليشيا التي يقودها حمدان، وبالتالي من الممكن أن تنتهي الأزمة بهذا الاتجاه، ولكن أعتقد أنه لا، الجميع سيحصل على مكاسب سياسية بعد هذه الحرب، وبالتالي يبقى السودان حقيقة هو صراع للميليشيات حتى وان وصلوا الجميع إلى السلطة، وأعتقد سيكون السودان ضعيفا مستقبلا وليس سودانا موحدا. الشكر الجزيل لكم أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية دكتور صالح الشذر، كنت ضيفا كريما، والشكر الجزيل لكم الباحث بشأن السياسي سيد ياسر فراويلة، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من القاهرة، شكرا لكم سيد ياسر، والشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.